Yo, what up, guys? How you doing? Today I'm so excited to be here and I'm see this video and I hope you enjoy this video. Maybe a little thing that I have to share you with me in this video and I hope you enjoy. مركز النهضة للتدريب والتنمية بأن شاركت إسلام محمد سليمان في الدورة التدريبية بعنوان قيادة العمل الطوعي بفاعلية لمدة 9 ساعات تدريبية. إسلام محمد. محاسن عبد الرحمن عبد الله. هادي يا آدم. أحمد إسحاق بابك. إسماعيل إدريس يوسف. محمد سليمان. نعم الدين. حمزة إسحاق يوسف. يحيى يعقوب عمر. غزالي بشير آدم خميس. الثوم علي إبراهيم آدم. محمد آدم حامد عبد الله. محمد آدم. عبد الله أحمد عبد الله آدم. الصادق بابكر إدريس. عبد الكريم. الصادق بابكر إسحاق آدم. آدم محمد عيسى يحيى. عبد السلام محمد يحيى محمد. موسى أحمد محمد عيسى. جمال محمد آدم عبد الكريم. عبد الله محمد حامد أبو القاسم. هارون علي عبد المولى بكر. عبد الله عبد المجيد عبد الله جمعة. الرشيد عبد الكريم عثمان. آدم عيسى أحمد علي. عباس آدم هارون علي. شكرا. So I hope you enjoying, guys, and if you like this video, give it a thumbs up and subscribe for more if you like, and see you next time.